خيبيله نعم كيف جاك الجو في اسق؟ برد الخوا ديالي قلت شي ربيت والله هاي الا جاني برد صاحبي والشتا بدات كتنقط رقيقه رقيقه دابا من بعد تجغلي طيب ضروري السلام عليكم خوتي ديالي، كيف نتوما؟ مزيانين كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الصباح هذا جبرتيني نمشي عند واحد الصديق ديالي بلال غبالو، حتى هو عنده لاشين كيعمل فلوغات وديكشي، عليكم تعرفوا عليه في طنجة باش عمشيو لأشقة روح باسيو، وانا نخليكم لاشين ديالو خوتي ديالي في الديسكريبشن تحت الفيديو، دخلوا تابوناو معاه، حتى هو كيعمل شي فلوغات ماشي عاديين، حتى هو دري اللي عمره دار. خاي بلال مرحبا بك. تحياتي فاز عزيز الطنجاوي فلوغ، كنقول لكم سندوا وما تبخلوش عليه باللايك 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 بيز دراري، وبارطاجيو معانا باقي الجديد ياك خاي بلال. ضروري باقي ان شاء الله، خلينا ماشيين قلت باش نعملوا من بعد. المهم ماشي نصور لكم شي حاجه، وصورنا لكم شي حاجه ان شاء الله يا ربي. المهم راكم تما، دخلونا عندي مرحبا بكم، تشوفوا شي حاجه طوب، دخلوا عنده والله العظيم الا شي حاجه كتعرف. شكرا فوق خوتي ديالي. المهم وصلنا بلا راه هو نزل، دابا غنزلو نهاودو نصوركم شي حاجة هنايا تحت. المهم خليكم اخوتي معانا باش تكتشفوا شدني غنصورو تما بلا راه هو فين هو، غنقلبكم الكاميرا. كما شفتو خوتي جاتونا داخلين المغرب هرقل، بلا راه هو فين كتخبى ياك كيهضر في التليفون. المهم المغاره كتبان لي خاويه، عندي الاسلحه ديالي ها هي اللي هضر معايا عن تيريف. اخوتي ديالي جواصوني في المغاره ديال قيلات، هي المغاره شو السياح تصفر يا كتشوفوا الاضواء، اضواء في الارض انت شتو شتو انت الخليقه ديالي كيف جات عجيب هادشي ديالك. شوف من فوق ما كاينش الضو، ما غير 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 الحجار. Thank you.
خوتي ديالي كما قلت لكم الشقر مزيونة صراحة. هاي شوف الجو هنايا مزيان، الشمس جامدة والجو هنايا واعر. قلت لكم اخوتي اشني قدامي شو ها فين جالس انا الجو واعر مزيان والله العظيم. اجيو اخوتي من مدينه طنجه والله العظيم واحد الجو يعجبكم. دابا بصح انا نصوركم بلاصه فين واقف خيبيلا. نعم كيف جاك الجو في اشاق؟ برد الخاوه ديالي قلت شي ربيت والله الا جاني برد صاحبي والشمس بدات كتنقط رقيقه رقيقه. دابا من بعد هاد الجغلي طيب ضروري ومن بعد التغليطه تخجيله الدنيا خاويه اخوتي ديالي. وانا والسيبيله دابا غنمشيو نشربو شي قهيوه صافي واخا الا غنشربو شي قهيوه ماشي عاديه ما كحله ما مخلطه. كيفاش غنشربوها بينات؟ خوتي ديالي كان هذا هو الفلوق، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب اشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. وعملوا ديك الجرس اللي تما ستيتو تكيو فيه اي واحد التكية باركة باش يوصلكم كل جديد. تقريبا ان شاء الله غنبقى نعمل لكم اللايف واحد خانة فيه النعاس واقيل ملهي في التيليم ملهي كنهضر مع المرأة. كان اليوم فلوق انا وبلال غبالو. انا نخليكم لاشين ديالو تحت ابوناو معاه. المهم ديك البركه اللي مشكله شنو هي اللي عندي بزاف الشينوان ما يفهمونيش بصح ثانك يو في ماتش سبسكرايب عاودوا نساحس. المهم عاودتوا ولا طلعتوا المهم ابوناو مع بلال غبالو يا اخوتي. كان هذا هو فلوك وباقي ان شاء الله نعملوا تحديات هيك خايبين ضروري ان شاء الله البنات كلشي غنعملوا. شوف غنعملوا واحد التحدي في بال ديالي قريبا ان شاء الله ضبيطات يضرب فيا نضرب حصلتي صافي يا اخوتي يلا.